فتى احلام. سؤال مهم. سؤال مهم والله. ما عنديش فتى احلام. يعني انا طول عمري لما كنت مراهقه، حتى الناس هتقعد تضحك على الكلام اللي بقوله. لما كنت مراهقه كنت صغيره، يعني مثلا في اعدادي، كل البنات صاحباتنا كانوا اللي بتحب المدرس، واللي بتحب مش عارفه مين زميلها، واللي بتحب حد او مش بتحب، يعني اللي هو الحب من طرف واحد، ده اللي هو واحد اللي بقى صغير شكله زي الولد ومش عارفه ايه، فبيحبوا حد. انا ما كانش بيحصل معايا كده. انا دايما كان عندي في دماغي انه انا في يوم من الايام، مش عارفه ليه كنت مصدقه كده، لا رغم ان ولا كان اي يعني، ولا اهلي راضيين، ولا اهلي راضيين ادخل التمثيل ولا مثل، بابا رافض تماما. كنت كل ما اروح مهرجان واكسب جايزه اخبيها، ولانه هيكسرها، ما كانش بيحب ده خالص. ولا في حد من عيلتي ممكن يوصلني لده وله علاقه بالمجال ولا اي حاجه خالص. انا كان عندي قناعه كده مع نفسي، يعني حاجه مجنونه كده، لا انا هبقى هحقق حلمي، وهبقى ممثله، وهمثل افلام سينما، وهمثل افلام سينما بتحكي عن الروايات اللي كنت بقراها، حاجه كده مجنونه مع دماغي. فالبنات كانوا بيحلموا كده وانا كنت بحلم كده. الحلم ما جاش، اتاخر كتير، اخر لغايه ما خلصت دراستي واشتغلت وقعدت وخلاص ورئست، وقلت خلاص جه الحلم. ساعتها حلم فارس الاحلام ده ولا مره جالي، بس يمكن دلوقتي عشان ابتديت احقق حلمي يجي الحلم ده. معرفش ما عنديش فارس احلام، بس يعني ماشي.